لوناتو الإيطالية. شفت شلون سؤالك؟ الله يسلمك، أبيك تعرفين الإجابة. من هو؟ خالد المضر، محمد مصطفى، حيد الديحاني، ولا حيد المطيري؟ من تتوقعين؟ عسي لا تقولين عيد السؤال لأن بروحك. عيد السؤال؟ يلا، في عام 2000 أحرز الرامي الكويتي الميدالية الذهبية في مسابقة الأطباق المزدوجة لفرد الرجال، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس العالم للرماية، أقيمت في مدينة لوناتو الإيطالية. من هو؟ فهد المضر، سوري خالد المضر، محمد مصطفى، هيد الديحاني، ولا هيد المطيري؟ فكري، يلا يا سارة لا تخسري. ها؟ أساعدك. أنا راح أحذف لك إجابتين، راح أعطيك الاختيارين لأنك مهتمية بنتي، أوكي؟